وبعد زيارة المسجد الكبير بالدار البيضاء الذي بناه الملك الحسن الثاني نصره الله وأدام تأييده. وهذه القصيدة مهداة إلى جنابه العالي. أهدي إلى الحسن الثاني المليك أمير المؤمنين سليل المصطفى نسبا في مجلس رمضاني مهابته حفت بأهل وقار عاقدين حبا أبيات شعر لها وزن وقافية إذ لا أخالف في منهاجها العرب حسن الثناء عليكم والدعاء لكم حسن الثناء عليكم والدعاء لكم مما أعد علينا حقه وجب والشعر قد مدح الهادي النبي به فهاك مولاي قطفا منه منتخبا وقد وجدنا مجال القول إن لدى أهل البيان لدى وجدانه طربا وذاك أنكم أحييتم سننا تكرمون بهن العلم والأدب وتخدمون بها الدين الحنيف كما تشرفون بها حفاظه النجبا وقد دعوتم لها من كل قاصية وفدا فجاءوا فرادى بعد أو عصبا مستقبلين إماما للهداة وذا سمت عن البر والإحسان ما احتجبا فمنهم شارح نصا وقارئهم يتلو فنسمع منه أحرفا عجبا ورشا وحفصا بأنغام مجودة وقفا ووصلا يزيل الشك والريبا ما أحسن الحسن الثاني وأعرفه بالمكرمات وأعلانا به رتبا ملك نمته ملوك قبل قد نعتوا باليمن والسبق قد حازوا له القصبة وقد بنى مسجد البيضاء يعمره على أساس التقى لله محتسبا سما إلى 200 باع بصومعة وساحل اليم يلفى تحته اصطخبا وكلما هم موج للخضم به تلقت المد أنفاق لينسربا وكلما هم موج للخضم به تلقت المد أنفاق لينسربا ورص فيه عقود ذات أروقة رام البناة إلى المولى بها القربا والنقش زانته والزليج تتقنه والنقش زانته والزليج تتقنه.